الساحل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية حيث نلتقي مع الشوط الثالث، الشوط الثالث لفئة الأبكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وشعارات أبناء القبائل التي تتحرك أيضا في هذا الجو المنعش الجميل. درجة الحرارة اليوم عندنا في ميدان الهباب 22 8 كان بالليل، الحين طلعت الشمس ارتفع شويه، يعني حاله الطقس عندنا كويسه على ما يقولون. نحن نذهب الى المركز الاول ونتابع الصداره، نتابع شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المركز الاول بقياده عبيد بن محمد بالطبيعه من يتقدم بالمركز الاول ويدفع باللي هي سرابه أو اللي هي جبارة بالمركز الأول. المركز الثاني نشوف اللي في ثاني المراكز تحمل نفس الشعار ونفس المضمر أيضا، عبيد بن محمد بالطبيعة وأسمها صعبة. المركز الثالث نشوف اللي في ثالث المراكز، فشعار أيضا يقترب، شعار بن دميثان على ظهر الواصلة، سلطان بن عبد الله بن دميثان. المركز الرابع رقد سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي، والمركز الخامس لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن عبد الله بن حميدان، اسمها سرابة، وأيضا في شعار بيتدخل في هذه اللحظة وقادم وهاجم ويبغي طريقه. الله يا هذا الشعار، الله يا هذا الشعار، هذا أول مرة يشاركنا، تعودنا عليه أن نذيع به في المهرجانات الكبيرة، وضيف شرف عندنا اليوم، ضيف شرف عندنا مانع بن يمعة بن خميس القويص السويدي يقدم لنا مياسه، وهني أيضا جبارة سالم بن متعب بالعامري من يتقدم بالمركز الثالث على ظهر جبارة، على ظهر جبارة، أشوف جبارة خطيرة، أشوف بالعامري خطير، ولكن القويص أخطر، القويص مقدم، مقدم مفاجأة، وهي مياسة، هي مياسة التي تتقدم المركز الخامس. المركز الخامس أقول اختبار، وسالم بن سعيد بن علي بن صرود، وصلنا مع الاختبار، في هذا الاختبار، في هذا الامتحان، في هذا الميدان تتقدم اختبار هذه الأسماء، هذه الأسماء الحاضرة. شد حيلك يا القويص، انتبه لهالهباب ما ينشطون، تراهم إلا في الكيلو المتر الأخير يتهيأ لك أنهم يعني معيزين وتعبانين ونايمين، ولكنهم ينشطون، ينشطون في الكيلو المتر الأخير، هنا يبدأ نشاطهم، هنا تبدأ خطورتهم. وأول الناشطين سلطان بن علي بالهناوي، هذا النشيط، هذا المضمر النشيط اللي وصلنا مع نشاطه، مع رقد، مع رقد، راحت رقد، روحت، روحت لعن في الكيلو المتر الأخير. المركز الثالث أقول اختبار سالم بن سعيد بن علي بن صرود، هذه الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء يا مشاهدين يا متابعين. وهذا هو بالهناوي، هذا صديقي، هذا صديق المركز الأول، هذا صديق المركز الأول، والعصا قوس، العصا قوس أبدا ما طلعت من الأبطان. هذه رقد مشاهدينا الكرام، انتبهت الآن وبدت بالإثارة، بدت بالتحدي. المركز الثاني أقول مياسة مانع بن يمعة بن خميس القويص السويدي، والمركز الثالث عندنا غند وهلال بن مصبح بن صالح المزروعي، أول إذاعة للمزروعي، أول إذاعة، ولكن عود يا بن معدن، عود عند رقد اللي 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 خدم الميدان خدام ما شاء الله عليها، تبارك الله. يعني شوفوا 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 رقد، هذه معودتنا، هذه معودتنا على هذا الموقع، لو عصاها قوس ماتيها روحها بالسير مهتمة. هذه رقد مشاهدينا الكرام اللي انفردت بالمركز الأول، انفراد كامل، انفراد كامل. سلام يا هالهباب، سلام من الهباب إلى الهباب، من الهباب إلى بالهناوي. هذه رقد مشاهدينا الكرام، ونقول لك يا خط النهاية قف احتراما، قف احتراما لهذا الشعار. نعم، ما ذاق الطعم الهزيمة، نعم على حسب المعلومات، معروف تاريخها، تاريخها معروف أنها ما تعرف الهزيمة. تهانينا سلطان بن علي وسلطان بن هاوي الثاني القويص المركز الثالث، من وصلنا الثالث 14 مايدية محمد عبد الله بن حميدان، المركز الرابع سمها أحمد عبد الله بن رفيعة، والمركز الخامس ما شفناه كان دخول جماعي 4 دقائق 39 الثانية.